أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال شيخ الإسلام: ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يعني زيادة على ذلك أنهم أحيانا يغلطون في نفس احتمال اللفظ في اللغة، فيكون الغلط من جهتين أيضا، من شيء آخر، كما يغلط الذين في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذين فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، من هم الأولون؟ ها يا أخواني، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنهم صنفان: الصنف الأول تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، أي يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. كقولهم إن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، يستدلون بهذه الآية، أي لا نثبت صفة لله عز وجل تكون للمخلوق أبداً، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. فهؤلاء يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، القرآن لم يرد هذا. واتفاق المسميات لا يعني اتفاق الأسماء، يعني ليس أننا نثبت لله سمع وبصر وحياة أنها كحياة إيش؟ كحياة البشر وسمع البصر تعالى الله، يعني حتى في المشاهد. يعني عندنا يا أخواني واحد لو يقول يا أخي أليس يطلق على النملة أن لها أرجل؟ طيب والفيل؟ ها؟ هذا في بين المخلوقات أنفسهم، فكيف يعني هل رجل النملة مثل رجل المخلوق؟ هذا اسمه رجل وهذا رجل. هل قالوا هم بالمشابهة؟ قالوا لا، رجل الفيل تختلف عن رجل النملة، وقس على ذلك. فإذا كان هذا الفروق بين المخلوقات أنفسهم فإنها ستكون وإن اتفقت في المسميات ها؟ فإنها بين المخلوق والخالق من باب أولى. وقد قرر هذا الشيخ الإسلام في رسالته التدمرية. طيب، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، أي يتأولونه ويحرفونه، مثل أن يحرفوا اليد بالقدرة. الله عز وجل ورد بعض الآيات إثبات يد لله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. يقولون إن اليد هنا القدرة، لأننا ما يمكن نثبت لله يد، كيف نثبت لله يد والمخلوق له يد؟ ما يمكن. السبب يا أخواني كما قلنا قبل قليل، اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلاً فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقاً فيكون خطأهم فيه في الدليل وفي المدلول. يعني هم أرادوا تنزيه الله ولا لا؟ نيتهم قصدهم صحيح، لكن خطأهم في الاستدلال، أليس كذلك؟ خطأهم في تنزيه الله عز وجل هو بإثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه ليس بنفيها. أن ننزه الله عز وجل أن نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى له. يقول شيخ الإسلام: وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث،
فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الوسط الذي لا يجتمعون على ضلاله هم السنة والجماعة كسلف الأمة وأئمته وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها وتارة يتأولون ما يخالفون مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. قال ومن هؤلاء الذين أخطأوا الخوارج حيث يأخذون بنصوص الوعيد ومظاهره الكفر ويكفرون المسلمين بالكبائر ومن يقتل مسلم متعمدا يجزاؤه جهنم خالدا فيها خلاص يقولون ما دخل النار إلا أنه كافر والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم ولذلك يا أخواني لا يوجد فرقة من الفرق إلا وفسرت القرآن ليش؟ ترى مهم هذا الكلام يا أخواني لما تقرؤون سيذكر شيخ الإسلام الآن بعد قليل سيأتينا أن هناك كتب على مذهب الأشاعرة وكتب على مذهب المعتزلة وكتب على مذهب الجهمية ومذهب على الصوفية وغيرها ما في فرقة يا أخواني إلا فسرت القرآن لماذا؟ اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة يقول لك يا طالب العلم انتبه ليس كل ما يوجد في التفسير يصح فإن هناك أناس اعتقدوا معاني وأرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها ومن هذه الفرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة وقديرهم وهذا كالمعتزلة مثلاً يقول شيخ الإسلام فإنهم من أعظم الناس كلاماً وجدالاً أصحاب علم أصحاب عقل المعتزلة وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم وهذا مفقود اكتبوا عليه مفقود ومثل كتاب أبي علي الجبائي هو محمد بن عبد الوهاب كذلك مفقود والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار مفقود كذلك والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى وتوجد له بعض النسخ الخطية بعض أجزائه ثم قال والكشاف لأبي القاسم الزمخشري الكشاف هذا في أحد ما يعرفه منكم مشهور الكشاف للزمخشري العجيب يا أخواني أن الزمخشري يقولون قد دس اعتزالاته دسا وأتى بعض الأشاعرة علماء الأشاعرة وقول إني استخرجت اعتزاليات الكشاف أو الزمخشري بالمناقش الكشاف يعني تفسير الكشاف من جهة البلاغة لا يعلى عليه لكن مشكلته الذي ليس على دراية بأساليب الزمخشري يفوت عليه كثير يا أخواني مما دسه في عقيدته أضرب لكم مثال يا أخواني لو عند قول الله عز وجل في سورة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذه الآية ماذا قال الزمخشري عند هذه الآية قال وأي شيء معنى كلامه أعظم فوزا من دخول الجنة ونجاة من النار شو رأيكم بالكلام هذا جميل جدا هذا الكلام لا يعلى عليه جدا ممتاز ولا ربما تجد بعض الخطباء يصدح به في المنابر يقول قال الزمخشري أراد بذلك أن أعظم النعيم هو الدخول الجنة طيب نحن عندنا أهل السنة أن أعظم النعيم ما هو رؤية الله في الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والمعتزلة ينكرون الرؤية في الدنيا والآخرة وبالتالي شوفوا كيف حتى ينفي الرؤية على مذهبهم أتى بهذا اللفظ المهم الذي إيش يعني لا يفهمه أو يمشي على كثير من الناس وهي فوز أعظم من دخول الجنة كلام جيد لكنه الذي يعرف معتقد المعتزلة يقول لا إنه يقصد بذلك نفي الرؤية طيب كيف ولذلك عند قوله الله عز وجل في سورة الأعراف لن تراني ما قال ذا الرؤية قال لن تأبدية ايش معنى تأبدية أبدا الله قال لن تراني في الدنيا ولا لا لأن أحاديث الرؤية مثبتة عندنا لن تراني في الدنيا كما هو سياق في قصة موسى قال لن التأبدية ايش معنى تأبدية يعني لن تراني أبدا في الدنيا
ولا في الآخرة. أراد إنكار فهو يدس اعتزالياته دسا، ولذلك نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال شيخ الإسلام: فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة خمسة. المعتزلة لهم أصول خمسة سموها بأسماء حال طريقتهم أسماء جميلة. تدرون ايش أسماء أصول المعتزلة يا أخواني؟ التوحيد، الله أكبر، ها، العدل، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسماء جميلة جدا. لكن قال شيخ الإسلام: وتوحيدهم، يفسر وش معنى توحيد؟ هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات. هذا هو التوحيد عندهم. التوحيد عندهم ليس إثبات ما أثبته الله لنفسه، بل التوحيد عندهم هو نفي الصفات كالجهمية. المعتزلة تعرفون أنهم يثبتون الأسماء ها وينكرون الصفات، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. والأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبع صفات، وهذه الصفات أثبتوها بالعقل لا بالنقل. يعني هذه الصفات السبع ما أثبتوها بالنقل، وأن تعرفون الطريق الصفات هو طريق واحد لا يثبت في شيء في العقل، إنما طريقه إيش؟ النقل. ولذلك قال الشيخ الإسلام: توحيدهم هو توحيد الجهمية. الجهمية هم الذين ينكرون الأسماء والصفات، المعتزلة يقولون لا نثبت الأسماء، لكن نقول سميع بلا سمع، نسلب الصفة من الاسم. وعن ذلك قالوا: إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. هذا هو توحيد المعتزلة. طيب عدلهم، أصلهم الثاني، يقولون إن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها، ولا هو قادر عليها كلها. يقولون إن أفعال العباد إيش؟ غير مخلوقة. كيف يخلق فعل العبد ويعذب عليه؟ هم أرادوا تنزيه الله لكنهم إيش؟ أخطأوا. ولذلك كما قال شيخ الإسلام: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. الله يثبت له السمع ويثبت له البصر ويسلبونه، ليش؟ وأنتم تعرفون أن آيات الصفات في القرآن كثيرة، ترى هذا متعلق بالتفسير. هم العدل عندهم يقولون: كيف لا يمكن الله عز وجل يخلق فعل العبد، يخلق فعل المعصية ويعذبه عليها؟ هذا ليس من العدل. وهم بذلك يرون أنهم ينزهون الله عز وجل. والرد عليهم يقول: إن الله عز وجل خلق العباد وأفعالهم وجعل لهم سمعا وبصرا وأنزل كتابا وأرسل رسولا وأخبر أن هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. يقول شيخ الإسلام: وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة. وافق المعتزلة متأخر الشيعة في عدم خلق أفعال العباد، وليس الشيعة، متأخرهم، كالمفيد هو محمد بن محمد العكبري، وأبي جعفر الطوسي هو محمد بن الحسن صاحب تفسير التبيان في تفسير القرآن ومطبوع وأمثالهم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، يعني الذي هو إنكار خلق أفعال العباد. وأنتم تعلمون أن البخاري ألف كتابا اسمه خلق أفعال العباد. ولذلك تجدون يا أخواني لو تقرؤون في التفاسير، شيخ الإسلام يقول لك في هذه المقدمة لما بين لك ما يتكلم عن الخلاف في السلف، يقول لك ترى فيه خلافات أخرى وهي موجودة في كتب التفسير فعليك من الحذر منها. وبدأ يبين أصولها، ما قعد يبين لك فقط مجرد أمثلة، لا، يبين لك الأصول حتى تقيس عليها. يقول إن متأخر الشيعة وافقوا المعتزلة في هذا الباب، وهو العدل الذي يسمونه العدل، وهو عدم خلق أفعال العباد. وأضافوا إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، اللي هو إيش؟ الإمامية الاثني عشرية، يعني أئمتهم الاثني عشر، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني المعتزلة يقرون بخلافة الخلفاء الأربعة، أما الشيعة متأخروهم فإنهم ينكرون خلافة الأئمة الثلاثة ويرون الخلافة لعلي رضي الله عنه، وبالتالي فتجدهم يؤولون كثير من الآيات.
ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، يعني المعتزلة وافقوا في خلق أفعال العباد، وافقوا متأخر الشيعة، ووافق المعتزلة الخوارج في أصلهم الثالث اللي هو إنفاذ الوعيد في الآخرة، فقالوا إن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج أحد منهم من النار. الخوارج ينكرون الشفاعة مطلقا، وفاعل الكبيرة عندهم ماذا مصيره؟ النار، مخلد فيها وهو كافر. المعتزلة يقولون لا نسميه كافر ولا نسميه مؤمن، بل نسميه منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن، لكن في الآخرة وافقوا هم الخوارج يقولون إنه مخلد في النار. ثم قال ولا ريب أن قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية لا غيرها، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى. هذا كلام استطراد من شيخ الإسلام، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضوع. ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فعليه برسالة الدمورية. يقول والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. يقول وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين. الأول تارة من العلم بفساد قولهم علقوا عليها، وهم الذين يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وجهة بطلانه بطلان قولهم عقيداتهم التي اعتقدوها، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، وهم الذين يحملون التبالي وهم الذين، لأن هذا استطراد يعني بون شاسع بين أول الكلام وآخره، فأنتم أضيفوا هذه العبارة حتى يكون الكلام متصلا، وهم الذين يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وجهة بطلانه اللفظ حيث ذكروا له معنى غير صحيح. يقول لك ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف كما مثلنا قبل قليل. يقول وقد رأيت من العلماء، شوف ما هم من عامة الناس، يقول من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فساده ولا يهتدي لها. بعض الناس ينقل من هذه الكتب وهو يعتقد بطلان هذا الشيء، لكن لأن عبارتهم صحيحة لا يهتدي، إذا كان هذا في من قبيل بعض العلماء فما بالكم ببقية عامة الناس. ولذلك يروج على كثير من الناس البدع في القراءة، ولذلك لا ينبغي للإنسان إلا أن يقرأ في كتب التفسير السالمة من البدع، لأنك أنت تريد أن تصل إلى المعنى الصحيح للقرآن، أليس كذلك؟ إذا كان إنسان اعتقد معنى باطلا وأراد أن يفسر القرآن عليه فإنه سيهديك إلى هذا المعنى الباطل وسيسوقك سوقا إلى هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم فلاجة المغرب فيما هو أبلغ من ذلك. يعني أول ما بدأ الأمر باعتقادات يسيرة ثم تطور الأمر، ولذلك نجد في تفاسير القرامطة والرافضة طوام وهوام لا يقبلها العقل ولا المنطق. يقول وتفاقى الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة فإنهم بفسروا القرآن بأنواع لا ينقضي منها العالم عجبة، كتفسير الرافضة. ونحن الآن نعيش عصر يا أخواني انتشار الرافضة وقوية شوكتهم، وما من المؤتمر الذي عقد في لندن وسبهم لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، والرافضة لا يبينون عن مذهبهم، خذوا قاعدة يا أخواني، إلا لما تقوى شوكتهم، وإلا عندهم التقية. ممكن يقول لك أبو بكر رضي الله عنه وهو يلعنه داخلا، عندهم التقية، وهذا من دينهم، 29 دين تقية، لكن عندما يظهرون حقائق دينهم على الملأ هذا دليل على أن شوكتهم قد قويت لا قواها الله.
يقول لك فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب. يدا أبي لهب من؟ القرآن عندنا لهب لهب حقيقة، لكن يقول لا، هو أبو بكر وعمر هم يد أبو لهب. هذا تفسيره موجود في كتبه. لئن أشركت لا يحبطن عملك. القرآن يبدو يقول لئن أشركت يا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبادة مع الله عز وجل لا يحبطن عملك. يقول لا، لئن أشركت بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة لا يحبطن عملك. الأصل أن تفرد الخلافة لمن؟ لعلي. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، البقرة هي عائشة، هذه موجودة في كتبهم وأثبتها شيخ الإسلام رحمه الله. فقاتلوا أئمة الكفر. منهم أئمة الكفر؟ طلحة والزبير. ليه؟ هذا في تفسير الرافضة، لأنهم في موقعة الجمع. مرج البحرين، شوف تحريف لللفظ يا أخوان، هل اللفظ يدل عليه؟ قال علي وفاطمة، ها يعني كما قال شيخ الإسلام، اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، يعني بما لا يقبلها لا منطق ولا عقل. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام هذا المبين هذا من هو؟ علي، كل شيء يعرفه. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أن تعرفون النبأ العظيم إما القرآن أو يوم القيامة كما هو في تفسير السلف، قالوا علي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علي. إذا مشوا على القرآن كله، إيش اعتقدوا معاني، ها، وأتوا إلى القرآن وأنزلوا هذه المعاني بما يريدون. تفسير لا يقبله سياق، ولا تعضده لغة، ولا يعضده نقل، لا يعض مستنده فقط يا أخواني ما هو؟ الاعتقاد السابق، الاعتقاد السابق. ويذكرون الحديث الموضوع إجماعهم وتصدقوا بخاتم في الصلاة. وكذلك قولهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. لفظ عام ليس يدخل علي رضي الله عنه وغيره فيه، يقول لا هذه خاصة بعلي. ثم بدأ شيخ الإسلام يعطيك أمثلة أخرى ليست من قبيل الرافضة بل من قبيل تفاسير اللي يسمى التفسير الإشاري. يقول وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالسحار. إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. طيب أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على تخصيص هذه اللفظة؟ وكما قرر شيخ الإسلام في البداية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. أين الدليل؟ نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين، وأن عمر وأن أبا بكر من الصادقين، بل هو الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن أن تقول أنه هو المراد في هذه الآية لا غيره، أين الدليل؟ وهذا موجود حتى في بعض التفاسير، ليس التفاسير الرابطة فقط. القانتين عمر، طيب، ومثل قول محمد رسول الله والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا علي. طيب أين النقل الذي خصص هذه الآية؟ هذه الآية عامة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله. طيب واحد يقول لا يا أخي أنت قبل قليل قررت التفسير بالمثال، وهذا رائع، لو كنت أنتظر واحد منكم يقول يا أخي لا هذا تفسير بالمثال. نقول فرق بين التفسير بالمثال وبين حصر اللفظ بهذا الشخص، إن كان من باب المثال، لكن التخصيص بهذه الحيثية أن الأشداء على الكفار عمر، الرحماء عثمان، من الذي خصص؟ أين النقل؟ فإن عمر كما هو شديد على الكفار فإنه رحيم في المؤمنين، واللفظ أصل لم يشر إلى أشخاص معينة، يشر إلى مجمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين. يقول وأعجب من ذلك، يقول هذا موجود في تفسير الثعلبي، التين والتين والزيتون، التين أبو بكر، الزيتون عمر، طور سينين عمر، عثمان، البلد الأمين علي. إذن هذه الخرافات يجعلك شيخ الإسلام رحمه الله يبين لك أن يقول لك ليس كل موجود في كتب. يا أخواني يعني الخلاصة يقول لك شيخ الإسلام ترى التفسير سهل لولا أن الناس صحبوه، لولا أن المناهج وهذه الاعتقادات سهل يا أخواني. والله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر
فهل من مدكر؟ التيسير تيسير معانيه وتيسير ألفاظه، كما أن ألفاظه ميسرة للحفظ فكذلك معانيه. والله لو بذل طالب العلم الشيء اليسير، صح أن التفسير بحر لا ساحل له، لكن قضية فهم الآية على الوجه الصحيح هذا يا أخواني يسير. ثم قال شيخ الإسلام: وأمثال هذه الخرافات، يقول أمثالها كثير، المقصود هنا التمثيل. والخرافات، وش معنى خرافة؟ شيء لا يصدق. منين مأخوذة؟ يقال أن رجل اسمه خرافة، رجل من العرب، خطفته الجن، فلما عاد بعد غيبته من هذه الخطيفة صار يحدث بأشياء من تهاويل الجن وأمور لا تقبل ولا تصدق، فصار الناس إذا سمعوا كلاما لا يصدقون يقولون حديث إيش؟ خرافة. فصارت مثلا أي شيء لا يصدق يسمى حديث خرافة، والله أعلم. يقول شيخ الإسلام: وأمثال هذه الخرافات، سماها شيخ الإسلام خرافات حقيقة، التي تتضمن تارة تفسير لفظي بما لا يدل عليه بحال، ما في أي دليل لا من اللفظ ولا من النقل ولا غيره. يقول شيخ: فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال، وقوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. هذا الخلاف بين هذا الكلام وبين التفسير بالمثال، هم حصروا قالوا إن اللفظ هنا خاص بهذا الشخص، وإلا فهو مثال لا شك، لكن الحصر الخطأ هنا يا أخواني في مثل هذه التفسير هو الحصر، وأن اللفظ خاص به، كقولهم إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده. وقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. ولذا فما ذكره شيخ الإسلام يعتبر ضابط مهم جدا في مثل هذه الأمثلة. أولها أنه تفسير لللفظ بما لا يدل عليه بحال، ضابط رد هذه الأمثلة وهذه مثل هذه التفاسير، أولا أنها تفسير لللفظ بما لا يدل عليه بحال، الثاني جعل اللفظ منحصرا في شخص واحد، جعل اللفظ منحصرا في شخص واحد. إذن وجه الخطأ في مثل هذه التفاسير هو عدم دلالة اللفظ عليه، الثاني الحصر المجرد. وقلت أن هناك فرق بينه وبين التفسير بالمثال الذي قررناه في الجلسة الماضية. ثم قال: بدأ الشيخ الإسلام يتكلم عن بعض كتب التفسير والتي متداولة بين الناس، قال: وتفسير ابن عطية، ابن عطية أندلسي، تفسيره جميل جدا، لكنه على مذهب أهل التأويل، مذهب الأشاعرة رحمة الله عليه. وأمثاله، أمثال ابن عطية، يقول يا شيخ الإسلام، وهذا من الإنصاف، قال: أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. لكن يقول شيخ الإسلام، وهذا يسمى عند العلماء الآن مناهج المفسرين، التقويم المفسري، يقول: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيراً ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدراً، ثم إنه يدع ما نقله بن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام وهم الأشاعرة. ولذلك إذا قال: وقال أبو محمد، يقصد نفسه، أو وقال القاضي، يقصد نفسه، من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب، يقصد المعتزلة الأشاعرة، أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على هذا المذهب. يقول لك شيخ الإسلام: عندما تقرأ في تفسير ابن عطية وتأتي في باب الصفات، فاعلم أن ما فسروه هنا على مذهبهم وليس على مذهب السنة والجماعة. وإذا قرأت في كتب
المعتزلة وأتيت في باب الصفات أو باب الرؤية أو خلق أفعال العباد أو غيرها من أصول مذهبهم أو آيات الوعد والوعيد، فاعلم أن ما يقررونه هنا على مذهبهم لا على مذهب السلف عليهم رحمة الله. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب يعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. ولذلك لا يلزم أن يكون الإنسان معتزليا أن يأخذ يعني، أو بمعنى صح، ربما يشارك بعض المفسرين معتقدات المعتزلة وهم من الأشاعرة في بعض الأشياء. أضرب لكم مثال يا أخواني، تفسير فتح القدير الذي يدرسه كثير من الطلاب الآن في الجامعة، الشوكاني رحمه الله وقع في تأويل في تفسيره، رغم أن له كتاب على مذهب السلف، لكن عنده بعض التأويلات. ولذلك لا يصح أن نقول أن الزمخشري أو تفسير فتح القدير على مذهب الأشاعرة، لكن وقع في التأويل، مثل لما قال غير المغضوب عليهم لم يثبت صفة الغضب وإنما قال إرادة الانتقام على مذهب الأشاعرة، فلعل هذه الآية وهذا التفسير كتبه قبل أن ينتقل إلى مذهب أو يطلع على مذهب السلف عليه رحمة الله. وبالتالي يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنك ربما تجد بعض أقوال المعتزلة في بعض تفاسير الأشاعرة، وتجد بعض أقوال المعتزلة أن يوافق الخوارج بعض المعتزلة، وتجد بعض الروافض أن يوافق المعتزلة في بعض أصولهم. يقول لك شيخ الإسلام في النهاية، إذا أردت أن تقرأ فاعرف لمن تقرأ، حتى تعرف إذا أتت هذه المسائل تستطيع أن تتبين وجه الصواب هنا ووجه الغلط في هذه الآية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.